رضا 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 السلام عليكم. هذا رئيس كوبي البركاني. آه. مهرجان ديال العلوم، كل الشركاء ديال جامعة محمد الأول من مؤسسات تعليمية وكذلك مدينة المهن والكفاءات على هذا المهرجان ديال العلوم اللي هو جد مهم واللي شاركوا فيه يعني عدة مؤسسات تعليمية من الجامعة ومن التربية الوطنية. نهارات تغرق فعاليات مهرجان نادول العلوم نظام مؤسسة النور للتميز الدراسي اك جامعة محمد الأول واك مدينة المهن والكفاءات. مهرجان يا إن كنهارا تعتبر جمر قدم قران جاء تلاميذ محضان طلبة الجامعات الأساتذة إيش مجموعة المعاهد العليا إيش مجموعة المؤسسات التعليمية نقى الشعار النص هو الدور الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم والتكوين المهني باش نسترخو مرة ثمورة ديني إجن تطور ذا مقران ذي المجال التكنولوجيا خاصة ذي الذكاء الاصطناعي وبالتالي ننشين ثم واثلنا وكذلك ثنديتنا نخصن نشجع مرة محضان تلاميذ الطلبة يغجى الاختراعات يغجى الابتكارات يغجى شل ورشات يتعلق الذكاء الاصطناعي ونوفى التصنيم محضان التصنيم تلاميذ مؤسسات الابتدائية الإعدادية الثانوية الجامعات المعاهد العليا غاصن اختراعات غاصن ابتكارات تغارغ نهارا أزيد من 30 اختراع وابتكار يديو السين داني تشيد قدمت انت التلاميذ النغرية المؤسسة التعليمية حضانا كينغ مجموعة المؤسسات ذي إقليم الناظوة ذي إقليم الدريوج ذي إقليم الحسيمة وسين دغال المهرجان حضان فعالية المهرجان باش أنه أتستافدن باش أنه كذلك أنج إجن الصورة أو إجن المهرجان علمي ثقافي ذي ثندية الناظوة أنقدم إجن الصورة النغرية ذي ثندية الناظوة وكذلك أنستقضي فاوين أنو شفوس إمارة التلاميذ يخسر الطوان كذلك المواهب انسان الطوان باختراعات انسان ابتكارات انسان مستقبلا لان من هي ماره يتيش اش عظم قرن ثنيت النق وكذلك المغرب كذلك ماره ونتمنى السيتيم ان المهرجان مازال متواصل غارغتي وشان عن الخميس كذلك مهرجان يتواصل دي مدينه المهن والكفاءات اكيد اخت حظام فعاليه المهرجان نادور للعلوم. المهرجان بكل صراحه هو واحد لقاء ما بين الاطفال او التلاميذ وما بين الشباب اللي هما طلبه بجامعه محمد الاول وهذا اللقاء بيناتهم فهو اولا يزكي حب العلم بكل صراحه وكل يعني لما رايت الاروقه الموجوده بالمهرجان فعلا ان الشباب والتلاميذ مولوعين بالعلم وخاصه الاروقه بان كما تعلمون العلم ليس يعني هذا المهرجان ديال العلوم كانت في الاروقه عده يعني عدة اختراعات عدة ابتكارات وكذلك انها ان هاد الأروقة كتخص جميع المجالات. تم تزويدها On va utiliser pour ouvrir ou fermer les portes. Du coup, ici pour par exemple ouvrir ou fermer les portes, ces portes-là. Le code, le code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. 15 secondes.
كذلك أن في المهرجان كرمنا مجموعة من الشركاء الفاعلين كاين غي ساهمن في المهرجان الناضول للعلوم، خاصة رئيس جامعة محمد الأول حضر كاين غي المهرجان، كذلك رئيس المدرسة العليا للتكنولوجيا حضر كاين المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال الناضوة حضر كاين، كذلك رئيس جامعة الناضور وكذلك رئيس جامعة العاوي وكذلك حضر كاين عميد الكلية المتعددة التخصص بالناضور ممثل العميد الكلية المتعددة التخصص ديال الناضوة، كذلك ممثل الغرفة الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية، حضرنا كاين غمارة الفعاليات مختلف فعاليات مهرجان ناضو العلوم، ونشكى كذلك مديرة مدينة المهن والكفاءات خل المساهمة الناس خل الحضور الناس كاين في المهرجان ناضو للعلوم.